أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم في هذا الفجر ارزقني فرحة قريبة تجبر بها خاطري وتغير بها مجرى حياتي للأفضل. اللهم في هذا الفجر إنا نسألك دعوة لا ترد ورزقا لا يعد وبابا إلى الجنة لا يسد. اللهم ما قسمت في هذا الفجر من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيه من شر وبلاء وفتنة فأبعده عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم في فجر هذا اليوم بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا، آمين يا رب العالمين. رب إنها ساعة الفجر، ففرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا رب بحق هذا الأذان، أذان الفجر، أرح كل من ضاقت عليه دنياه، وذرفت بالدمع عيناه. يا رب في فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك،
يا أرحم الراحمين. يا رب أسألك في هذا الفجر أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتصلح أحوالنا وتيسر لنا كل عسير، ويا قوي قونا، ويا شافي اشفنا، ويا كريم أكرمنا، ويا رحمن يا رحيم ارحمنا، ويا رزاق ارزقنا الحلال الطيب الواسع، ويا غني أغننا، ويا عادل انصرنا. اللهم حبب وسخر عبادك الطيبين لنا، اللهم استجب لنا دعاءنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. يا رب مع فجر هذا اليوم أسعدنا وأرضنا بما آتيتنا من نعم وأدمها علينا، ولا تحرمنا، إنك أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك. اللهم مع ساعات الفجر يا رب قرب الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وأبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنه لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل جنب، وادفع عنا كل كرب، واغفر لنا كل ذنب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي الملك والملكوت، واعتصمنا بذي العز والجبروت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا البلاء، اللهم اصرف عنا الأوجاع والأسقام والأمراض والأوبئة، عن بلدنا وعن بلاد المسلمين والعالمين أجمعين. اللهم احفظ بلاد الحرمين
اللهم اجعلها منيعة عزيزة بعز الإسلام، اجعلها للتوحيد والسنة منارا وللأمن قرارا، وصب عليها الخير مدرارا. يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وفقه ونائبه لكل خير، واجزهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا ورجال صحتنا، واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة المسلمين ومن الحفاظ على أنفسهم وصحتهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.